امام، عم امام لو معاك يا خيرتك، لو حطيت لك 3 اهداف مش حسب الغلاوه حسب الحلاوه، تمام ركز معايا، تمام مش حسب الغلاوه حسب الحلاوه، تمام وقلت لك ال3 اهداف دول رتبهم لي، هدفك تمام الاخير في العين، هدفك في نهائي الكاس قدام الزمالك، هدفك في شباك النادي الاسماعيلي في الدوري العام. ثلاثة حلوين حسب انت قلت لي حسب ايه يا كابتن؟ مش حسب حسب الغلاوه حسب الحلاوه، الحلاوه وهنرجع بعد كده حسب الغلاوه. تمام. جوني في ماتش العين ده اول واحد. طب احكيهولي يعني، ساعات الواحد الكابتن خطيب مثلا يا رب يجيبوا لنا جونه في كتوكو، فجاب الجون اللي بشماله ده امام، انا يعني كنت اللي بلعب اللي حسين عليه امبارح، والله كنا بنتكلم اصلا اتعرض يا كابتن في الشاشه كنا عاملين نتكلم عليه. انا كنت في المعنى اتجننت لانه جابها قبل كده، كان لاعب المرسى التونسي. هتخربوا بيتي النهارده، النهارده هدي عشرينات جنيهات وبتاع للمخرجين، يعني ايه هفتح الميزانيه لو جابوا الجنين دول في المرسى 4-0 وفي كتوكو هو بس. كابتن خطيب راح جاري عمل كده، فانا ما بخرجش من جوني ابدا، انا بخاف تتسنتر تلعب مش عارف ايه بتاع كده. فبعد المباراه سالته ايه يا كابتن انت عملت كده ليه؟ قال لي انا شايف الجون ده امبارح بالليل. والله العظيم ثلاث، انا شايف الجون ده زي ما هو امبارح بالليل. هل انت تخيلت الجون ده امام قبلها؟ بص يا كابتن، هي كانت اصلا هجمه مرتده علينا. انا كنت راجع ساعتها، انا رجعت لحد ال 18. فهي اما اتقطعت لما اتبصت لحسين، انا عارف ان حسين تفكيره في الاول اول حاجه بتيجي في دماغ حسين اللي بيلعب الكره لقدام. ايوه، فهو اول ما الكره وصلت لحسين خلاص انا بدات ان انا اجري. كملت. كان ساعتها كنت انت حسين اللي بصيت الكره لوسام، بصيتها لوسام. وسام راح فوتها. هو حسين يا كابتن عادته ان هو لما الكره لما الكره مثلا بتبقى معايا او مع حد، هو دايما بيحب ياخد لجوه، ما بيحبش يعني. ايوه بيسيب الخط. انا كنت متاكد ان هو هيجري يعني بعد الباص هيجري لجوه. فانا بقى وانا بجري كده فلمحت هو بيجري لجوه، فانا خدت مكانه فضلت انا مكمل. انا قلت لكم يا جماعه جون تاني وامام بيحكي هيبقى جميل صوت على الصوره. كمل يا امام. بدايته حلوه اصلا. فانا قلت يا كابتن ساعتها ان وسام لما لف قلت اللي هو هيحطها يعني هيبصها لنا، بس كان حسين لسه ما اتحركش. فهتلاقينا يا كابتن في الفيديو كده انا بطأت نفسي شويه. ايوه بطأت نفسك فعلا. نفسه بيرجع سنه كده ومطلع. يعني بعد ما اتبصت لطاهر كان خلاص، كان حسين جوه هو وسام. وكان انا اللي كان الراجل اللي كان ماسكني ساعتها ما كانش عارف هيروح لمين. ايوه، فكان خلاص المنطقه يعني خلاص تحرك حسين وسام فرق كمان. المنطقه كانت عندي كانت فاضيه جدا. وبعدين كان قبل الماتش يا كابتن بيوم كان جاي لي واحده نفسها بالظبط وشطها نفس الشوطه. نفس الشوطه بالظبط وجون وجت جون. لا والله والله يا كابتن. فانا كنت واخد قرار يا كابتن ان هي لو انا عارف ان طاهر ان هو يشيلها لي، كنت واخد قرار ان انا مش هخليها تنزل. وكانت من طاهر برضه في التمرين؟ ايه يا كابتن؟ كانت من طاهر برضه في التمرين؟ لا كانت من رضا متهيألي. بس الحنيه بقى بتاعت الباصه بتاعت طاهر يا حلوه قوي. حلوه قوي يا كابتن. هي جايه لي يا كابتن، هي جايه بتجري كده على رجلي. فانا كنت واخد القرار يعني ان انا هتجيلي مش هستنى ان هي تنزل على الارض او هتستلم. طيب بس. يبقى ده احنا بنتكلم الحلاوه، يبقى واحد العين عندك بقى في الزمالك وفي الاسماعيلي. لا الزمالك وبعد كده الاسماعيلي. طب